جديد وبرلمان جديد ونظام قاعدي جديد ثم شركات أهلية والصلح الجزائري، هذا تفهم ياخذ برشا وقت كمان. ما نتراش انه مبكر ان نحاسبه قيس سعيد بالفشل نتاعو اليوم. لا ليه، هو كان عنده فرصة ما جاتش لأي زعيم في التاريخ أنه يكتب الدستور وحده، وكتب الدستور وحده وعداه باستفتاء. طبعا مش تو المناسبة باش نرجع نحكيه على المشروعية والشرعية نتاعو، لكن شفنا التصور نتاعو اللي كتبه هو بيدو. فما مؤسسة واحدة هي مؤسسة رئيس الجمهورية، والاخرين سوسون دي معناها ساتيليتير، معناها كل مرة اللي يحوم حول المركز هذا معناها اللي ياخذ السلطات الكل تنفيذية تشريعية كما شفنا، معناها وعديد التقارير ورات اللي هي في الحقيقة ماهيش مؤسسات وماهيش وظيفة حتى تشريعية بالمفهوم اللي قدمه هو. كذلك القضاء، اليوم القضاء معناها من غير ما نفكروا بالمزرة اللي صارت وبالمأساة اللي صايرة وبالواقع نتاع قضاء اليوم، يعني ما عادش عندنا قضاء في تونس بكل بساطة. معناها احنا مش نبعدوا برشا على القانون. امبارح كان الهيئه الوطنيه للمحامين بتونس هبطت بيان طويل الحقيقه، وكانت قررت ثلاثه قرارات اساسيه بما فيها حمل الشاره الحمراء لمده اسبوع ابتداء من نهار 16 سبتمبر الى حدود نهار 20 سبتمبر، واثنين هي تنظيم وقفات احتجاجيه قدام قصر العداله يعني قدام زاد دار المحامي في تونس، ومقرات المحاكم الابتدائيه بمرجع النظر ببقيه الفروع نتاع الهيئه، وهذا باش يكون نهار 18 سبتمبر. ثم الثالث اللي هو مقاطعه التسخير والاعانات العدائيه لمده اسبوع بدايه من 16 سبتمبر. المواطن خلينا قبل ما ندخل في لب الواحد لب البيان، الهيئه اليوم هل البيان هذايا احسن من البيان اللي قبل والقرارات اللي كانت تقبلها، ولا هذا اللي كان يستنى فيه المحامين كاملين، ولا تقصد مجلس الهيئه؟ مجلس الهيئه، الهيئه تلم الكل. لا طبعا، حتى شكلها كي نشوفوا البيان يعني صفحه ونص باش نبروا اربع كلمات قلناهم في الاخر، وش صار معناها حمل الشاره الحمراء وال وقفة احتجازية وإضراب من عش إضراب ومقاطعة التسخير، معناها صارت في الماضي القريب، صارت حتى بوليس يضرب محامي نعملوا ياخذوا إجراءات أكثر من هك. اللي صار معناها بكل بساطة هو نفي وإعدام للمحاماة. اللي صار نهار معناها في محاكمة سونيا وفي المحاكمات الأخرين زادة، معناها نجيو نلقاو بيان كيما هكا باهي. انا نفهم لا مش انا طالب، هو مشكله مجلس الهيئه هذا انه والمجلس اللي قبله انه في 27 جويليه خرجوا يبرونا في الانقلاب على الدستور او خرق الفصل 80، في 20 مارس اول مره في التاريخ معناها في تاريخ الهيئه الوطنيه للمحامين نقراو مجلس هيئة يقول أنه إنجاح مسار 25 جويلية هو الأولوية للهيئة هذه. وبالتالي نفهموا أنه البيان هذا موجه للرأي العام الداخلي نتاع المحاماة الضاغط، الناس اللي معناها تشوف في مهنتها تتهان وتشوف في مهنتها تنتفي وتتلاشى، فهاو معناها ما سكتناش وكهو. وبالطبيعة بالنسبة للسلطة ما أشوف قداش قاعد أنا نعاني معناها باش نكون انا معاك ولا باش كذا. وطبعا ما هذه لا يسمح لا بالدفاع عن المهنه لا باش المهنه تحصل حاجات، ولا حتى اصحاب الموقف هذا يحصل حاجات، ممكن اذا كان فما مساومات ولا تهديدات ممكن ما نعرفش، لكن فيما عدا هذا ما عنده ما يوصل. اقول بنزيدك سؤال اخر بعد نجي معاك عادل، علاش غدوه 13 سبتمبر في مسيره غدوه الهيئه مش موجوده؟ والله يعني كنت نجاوب، يعني الهيئة موقفها واضح، هذه هيئة مسيسة بطريقة لم يتم في تاريخ المحاماة. تم التنسيق مع الهيئة؟ هل تم دعوتها لبعض الاجتماعات؟ ما عندناش المعلومات هذه الحقيقة، ما عنديش، ما نعرفش، يمكن صارت يمكن ما صارتش. الأكيد أنه الهيئة لا شكلا دعت لهذا، لا أصلا موقفها يقرب لهذا. احنا ما زلت معنا هلا